في برنامج مسجل بالتلفزيون الكوبي وفي أول ظهور من هذا النوع لفيدل كاسترو منذ 3 أعوام، تحدث الرئيس الكوبي السابق عن مواضيع عديدة، منها الوضع في الشرق الأوسط والتوتر النووي. بدأ كاسترو ذو 83 وهو يرتدي بزة رياضة زرقاء، بدأ بصحة جيدة ويتكلم بطلاقة في هذا البرنامج بعنوان الطاولة المستديرة، الذي بث بعد عدة أيام على نشر صور نادرة تظهر الرئيس السابق في مركز أبحاث علمي في هافانا. هذه أول مشاركة لكاسترو في برنامج تلفزيوني منذ العام 2007، وأول شريط فيديو يظهر كاسترو الذي سلم السلطة لشقيقه راؤول قبل 4 أعوام لأسباب صحية. تزامن بث البرنامج مع مغادرة مجموعة من 11 معارضا كوبيا هافانا إلى إسبانيا مساء الاثنين، في إطار إطلاق سراح تدريجي ل 52 معتقلا سياسيا كانوا سجنوا منذ عام 2003.